اول حاجه نمشيو لبرج قلاطه. حنا خرجنا في شارع تقسيم، اذا بغينا نطلعوا على شارع تقسيم نمشيو من هذا الاتجاه. حنا غنسبقوا برج قلاطه، شوفوا لي هنايا مقاهي. نمشيو في الطريق حتى نوصل لبرج قلاطه. الاجواء الصباحيه في تقسيم. شوفوا اجواء الصباح هنايا فتقسيم دائما كتكون عامره سواء في الصباح ولا في العشيه، في اي وقت جيتوا لهذه المنطقه لانها يعني منطقه سياحيه بامتياز هتلقاوها عامره. كاينه هنا محلات كثيره، بالنسبه للاسعار في تقسيم كتكون مرتفعه مقارنه مع مجموعه من الاماكن. شارع المظلات، بالنسبه للمظلات راه فيما مشيتو غتلقاوهم. هنا مقهى، اتمنى هاد العصائر هنا، المحلات اللي كيبيعوا الفضه، بزاف المحلات كاينين هنا في تقسيم. المحلات الارتيزانه بحال هيدا كيبيعوا بحال دابا هاد البرتقليات 25 ليرة، وكاينة بحال هادو بعشرة ليرة. هتلقاو عندهم بزاف الحاجات اللي كتباع بحال دابا هاد الطيسان هادو 130 ليرة، عندهم ديكورات بحال هيدا هادو 400. هادو 70، الأسعار ديالهم هنا غالية، هتلقاوهم في أماكن واحدة أخرى بأرخص من هاد الأسعار. شوفوا هادو شحال زوينين دعتين. اسطنبول. هتلقاو هنا مقاهي، وكاينة بحال إذا محلات. شوفوا هنايا بزاف المحلات، كاينه مقاهي، كافي شوب، مسجد هنا، والمحلات اكسسوارات. المحلات اللي كيبيعوا هادشي ديال الفوط، حمام تركي. هادو محلات اكسسوارات، بحال هادو عاملين لهم 20 ليرة. فهادو المحلات اللي حدا قلاطة برج قلاطة، غتلقاو مجموعة كبيرة من المحلات كتنوع فيهم السلع. كاينة بحال هاد المحل عنده فروع كتيرة في اسطنبول، كيتباعو فيه الحلويات بجميع الأنواع ديالها. بالنسبة لسعر الكيلو هنا 900 ليرة، ما يعادل تقريبا 270 درهم مغربية، 27 دولار 25 أورو. فكما كتشوفوا الديكور ديالهم زوين، وهنايا كتختاروا نتوما اللي بغيتوا، يعني ممكن تاخذوا كيلو مشكل نص كيلو الشكل اللي بغيتوا. شوفوا صحاب الشاورما، فنحن في قلاطة. الاسعار الشاورما هنا كنوصلوا لبرج قلاطة. الأجواء السياحية،
فإذا بغيتوا تيكي كتاخدوه من هنايا، هتلقاو هنا غلطة تاور، فكتاخدوا التيكي ديالكم، راه تلقاو الصف طويل، هتسناو الصف عادة تاخدوا التيكي. وهنا كاينين المقاهي، اشهر حاجه كتبع هنايا هي الكيك ديال سيباستيان، غتلقاوها هنايا بزاف، كاينه محلات اللي متخصصين فيها. وهذا الشارع اللي كياخذوا منه الصور في الغالب، على طول هذا الشارع غتلقاو الناس كياخذوا الصور مع برج غلطة، كتلقاوهم كاتبين معلومات على البرج الصف. شوفوا الازقه الجانبيه لبرج غلطة، فهنا الأزقة الجانبية، أزقة اللي زوينة ملونة، هذه كتخرجكم على البرج. فبزاف ديال الأزقة بحال هيدا كاينة حدا برج غلطة، هندير لكم جولة في المنطقة. كاينة بحال هيدا المقاهي، الأشكال البرج اللي باغي ياخدو تذكار من هنا، سواء بالخشب اللي يلصق على الثلاجة أو بحال هيدا أحجام وأشكال مختلفة. غتلقاو لي كارت بوستال غلطة، هادي الباب ديال البرج. هاد البرج راه كتشوفوه في اي مكان كنتو في اسطنبول، خصوصا اماكن سياحيه، هذه الدخله ديالو. فاذا شفتو غتلقاو الناس هنا كيستناو النوبه ديالهم. هنشوفوا الصف الى اين يمتد، فمازال الصف طويل حتى الجهه الاخرى. ندخل البرج ولكن لقيت النوبة، بزاف الناس كيستناو لأن اليوم السبت، كتعرفوا في آخر الأسبوع كيكون إقبال كثير على الأماكن السياحية. بالنسبة لتذكرة الدخول هي 650 ليرة، 650 ليرة للسياح. فهنديرو جولة في المنطقة نوريكم الأجواء برج غلطة. ديكورات هنا، وإذا بغيتو تجيو من جهة أمينونو فكتمشيو مع هاد الطريقة هادي، كتخرجكم نيشان لجسر غلطة اللي في أمينونو. كيما كتشوفو المنطقة كلها سياحية، كلها محلات مقاهي. كيبيعو المكارو الحلويات، كما كتشوفوا كاين اماكن اللي زوينه هنا للتصوير. فاذا بقينا ماشيين في هذا الاتجاه غنخرجوا على جسر غلطة مباشره. فبالنسبه لهاد الشوارع راه كلها كتخرج على امينونو، فاحنا نرجعوا نكملوا الجوله ديالنا باش نمشيو على تقسيم. فطول ما نتوما طالعين هتلقاو بزاف المحلات بحال هيدا كيبيعوا هاد الهدايا التذكارية، كاينة بحال هيدا بساطم، كاينة هنايا مرواحات عليهم اسطنبول، السيكان، أشياء كثيرة تلقاوها هنا. هنا تلقاو هاد المحل هذا عندهم الحافلة السياحية، بالنسبة للسعر ديال شخص واحد فيها هو 1300 ليرة، من 9 الصباح حتى 4:30 العشية كدوزكم على كافة الأماكن السياحية اللي في اسطنبول. فهنكملوا الجولة ديالنا في منطقة برج غلطة.
بالنسبه للمحل اللي كيعمل الجولات بالحافله السياحيه هنا حدا المدخل البرج هو هذا. ها هو سعر التذكره هنايا. وهنا راه تلقاو بزاف المقاهي. شوفوا الناس كيتصوروا، شوفوا الناس كيتصوروا هنا. فاحنا نمشيو على هذا الاتجاه الشارع الرئيسي المقابل برج غلطة. شوفوا هنا المقاهي. هنا المقاهي اللي كيبيعوا الكيك سيباستيان. إذا شفتوا هنا ها هي الكيك. هنا المحلات اللي كيبيعوا الفواكه. وهذا الشارع راه ديما تلقاو عامر، كتلقاو الناس هنايا كيتصوروا. فهذه هي منطقة برج بلاطة، فيها البرج وفيها المقاهي. فهذا هو المكان في المنطقة كما كتشوفوا كلها مقاهي. فهذا هو الشيء المميز فيها، هو البرج والمقاهي اللي موجودة هنايا. فهنكملوا الجولة ديالنا. اغلب المقاهي هنا كيديروا الكيك ديال سيباستيان. هيدا مقاهي بالشكل ديالها زوين، وكاينه مقاهي اللي راقيه. اغلب شيء كيستهدفوا الاجانب. فكنخليو هاد الشارع وهنمشيو في هذا الاتجاه باش نمشيو للتقسيم، نديروا جوله في التقسيم. بالنسبه للمنطقه هنا راه كلها منطقه سياحيه، فكنطلعوا على هذا الاتجاه. كاينه هنا المحطه ديال المترو، هنطلعوا على هذا الاتجاه وهنمشيو للتقسيم. كاينه فنادق اللي كثيره هنا، فكما كتشوفوا ها هو البرج في اخر هذا الشارع. وهنمشيو حنا في هذا الاتجاه. نعاود لكم وحده من الغرايب اللي وقعت لنا. تقريبا ثاني مره كنا جينا لاسطنبول، كنا جينا مع واحد الوكالة وشبروا لنا لوطيل هنايا بالضبط هنايا، وتصوروا كنا كنطلعوا للتقسيم. عمرنا ما انتبهنا ان برج غلطة هنايا، عمرنا ما كان كيبان، وحنا الفندق ديالنا غير حداه وعمرنا ما ردينا له البال. انا نوريكم الفندق بالضبط فين. فالفندق كان هنا، هنا بالضبط. كنا كنطلع كندوروا على هاد، كنا كندورو دائما على هاد الدرب وكنطلعوا هنا وكنمشيو للتقسيم. وقال طاحت هنا ما كناش كنردوا له البال. فملي كتجي اول مره كتكون يلاه البدايه ديالك في تركيا، ما كيكونش عندك ديك الزعامه انك يعني تمشى بزاف، تدخل في اماكن اللي ما كتعرفهاش، خصوصا الا كنتو غير بنات او مثلا بوحدك. من بعد كتبقى مره على مره كتكتشف اماكن اللي كثيره. فاحنا جينا من هنا وهنمشيو في هذا الاتجاه، ندورو على يدنا اليمين باش ندخلو للتقسيم. بالنسبه لهاد الشوارع هذه كلها راه كتدخل على تقسيم، ولكن همشي انا من هنا. فهاد الطريق اللي طلعت منه انا باغا نمشي لهنا باش نخرج على هذا ديك القطار ديال التقسيم. اش كيعيطوا له القطار الكهربائي. فكنخرجوا عليه هنايا مباشره. فاذا شفتوا هاد التصويره ديالو هنا والمحطه ديالو هنا، ديك القطر اللي كتشوفوه في التقسيم، اذا بغيتوا تركبوا فيه خصكم تجيو تاخذوا التذكره من هنا. الثمن ديالو رخيص، هنشوفوا بالضبط شحال الثمن ديالو حاليا. فهو خرجنا فيه نيشان، كاينه هاد العربات، هادي هي المحطه.
فيه نركبو ونجربو الركبه فيه. فبالنسبه لهذا الترام هذا الكهربائي كتركبوا به بكارت اسطنبول للمواصلات، ثمن تذكره عادي بحال اللي كتركبوا في اي مواصله. وبغيت نوريكم المحطه من الداخل، هذه محطه اقدم ترام في اسطنبول، هاد الترام اللي كيربط بين كاراكوي وتقسيم. يعني اذا كنتوا في كاراكوي او في امينون وبغيتوا تجيو لتقسيم كتجيو بهاد الترام هذا، وهذا اللي كيكون شارع تقسيم. فهنا هنستناو الناس كيتصوروا. بالنسبه للبدايه ديال الترام ما كتكونش من هنا، هنزيدوا شويه لقدام كنلقاو الشكل اللي خاص بالترام من تما كنركبوا. فبالنسبه للتذكره كما قلت لكم كنركبوا بكارت اسطنبول للمواصلات، فنمشيو في هذا الاتجاه ونتسناو حتى يوصل الوقت ديالو ونبداو. بغيت نصور لكم مباني هنا تشوفوهم، منطقه تقسيم منطقه للسياحيه، راه من اشهر الاماكن السياحيه، فحتى شكل المباني هنا كيكونوا زوينين. اغلب الاشياء اللي هتلقاوها هنا اما مقاهي او مطاعم او محلات تجاريه، فالمنطقه سياحيه وتجاريه بزاف. كتدخلوا له كارت اسطنبول، كتقطعوا تذكرة عادية كارت اسطنبول. بالنسبة لهذا راه عنده الأوقات تقريبا كل ثلث ساعة كيجي واحد، غتلقاو معايا في البلاصة اللي كتسناو غتلقاو الأوقات مكتوبة. فكانت هذه الجولة ديالنا في منطقة برج جلطة وفي منطقة تقسيم، هاد المناطق اللي كيتعتبروا من أشهر الأماكن السياحية في مدينة إسطنبول. أي واحد جا لإسطنبول إلا وكيزور هاد الأماكن. فهنا عمل لكم الجزء الثاني من هاد الفيديو، فيه جولة تفصيلية في منطقة تقسيم. كما كتشوفوا تقسيم فيه الشارع اللي طويل، فيه جميع الماركات التركية والعالمية، فيه المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي. فنعمل لكم إن شاء الله في جولة نكتشفوا هاد الشارع مع بعضياتنا. فلأول مرة كيشاهدوا القناة ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم من عندنا كل جديد، وخليوا لايك وتعليق على هاد الفيديو وشاركوه مع أحبابكم وصحابكم. وما ننساش نخلي لكم الانستغرام ديالي، راه كنشارك معكم فيه جميع المعلومات اللي كتخص السياحة في تركيا أو التجارة. إذا عندكم أي سؤال أو استفسار راسلوني في الانستغرام، راه كنشوف جميع الرسائل ديالكم. ونتلاقاو إن شاء الله بالجزء الثاني. السلام عليكم.